اهلا بحضراتكم. مصر جميله بكل اماكنها السياحيه والاثريه اللي بنشوفها من خلال الصور، لانه التطور لاي مكان ما نقدرش نلحظه واحنا عايشين ولاد النهارده، لازم كمان نشوف امبارح كان شكله ايه واول امبارح كان شكله ايه. اللي بيساعدنا على ده هي الافلام، لو كانت موجوده افلام سينمائيه او صور فوتوغرافيه موجوده وموثقه. يعني احنا النهارده مع شاب استطاع ان هو يحصل على صور قديمه لأماكن تاريخية موجودة في مصر وأماكن كتيرة حلوة، وصور صور جديدة لهذه الأماكن ووضع الصورتين جنب بعض على فيسبوك على صفحته الشخصية علشان نقدر نشوف ما كان واللي احنا أصبحنا عليه، وده كله من خلال الصور. هنتعرف أكتر على الهدف من هذه الفكرة وإقبال الناس عليها على مواقع التواصل الاجتماعي كان شكله إيه. النهاردة بيشرفنا المصور محمد عادل، أهلا بيك معانا. ازي حضرتك؟ صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. أستاذ محمد، أكيد يعني وحضرتك بتعمل المشروع، أنا متأكدة إن في بعض الصور أنت اتبسطت جدا إن هي كانت مثلا شكله أصبحت شكل تاني، وصور تانية أنت زعلت جدا إنه كان شكله أصبح شكل تاني. أكيد طبعا. الهدف من المشروع اللي أنت فكرت فيه إيه؟ هي الفكرة بدأت من 2016 تحديدا. أنا بجيب صور قديمة من على النت، في صفحات كتير بتتكلم عن الصور القديمه بتنزلها، وبستعين بجوجل طبعا، وفي صفحه اهل مصر زمان وصفحه الملك فاروق على الفيس، بستعين دايما بالصور القديمه بتاعتهم، بيجيبوا صور من زمان جدا يعني، وبنزل نصور نفس الزاويه بتاعت المصور القديم بالظبط، يعني نفس الدرجه ونفس عشان المتعه بتاعت المشاهده يعني، بحيث نشوف المقارنه هنا زي هنا، يعني كان بقت اصبح ايه. يعني في صور كتير للاسف في الموضوع مش زي زمان خالص، يعني نشوف زمان نلاقي احسن، احلى بكتير طبعا، احسن من دلوقتي. كان في بدايته وكان لسه معتنى بيه، تكلمي عن اماكن اثريه مثلا ولا؟ انا بنزل اماكن اثريه وفي تراثيه بردك، مصر الجديده وطرق يعني المعز طبعا يعتبر اثار، بنزل اصور، بنزل في صحراء المماليك كمان. في بص احنا اهو ابتدينا اول صوره، الصوره دي كانت فين؟ الصوره ديت مدخل صحراء المماليك ناحيه صلاح سالم. الصورة ديت دي رقم، انا عامل 35 صورة لحد دلوقتي من 2016 ل 18. ديت صورة رقم 25 في الألبوم. تمام. دي الاختلافات، دي الكواليس وانا بصورها. هي من الصور المؤسفة الصراحة، يعني لما نيجي نبص للصورة القديمة شكلها احلى بكتير من الجديد الصراحة. بمعنى يعني انا مش شايفه قوي طبعا، لان الشمس للاسف الشديد ضربه في المونيتور، فقالي في اجزاء اختفت تماما من الاثر صح اعتقد كده. لا يعني طبعا في، يعني هنيجي نلاحظ في حاجات في الجديد طبعا مختلفه عن القديم خالص. دي محتاجه ممكن تكون ترميم شويه او حاجه. يعني مثلا هنا الصوره الجديده ديت، دي كانت تصويري 2017 والقديمه 1937. انا بحط الفرق بقى بين الصورتين، عاملين 80 سنة، يعني في خلال 80 سنة ده اللي حصل بين الصورتين دول. رصدت اللي حصل مثلا إهمال في الأثر؟ في إهمال طبعا، يعني بس في صور ما زالت زي ما هي وفي صور يعني بتبقى كده. وده ممكن نلقي الضوء عليه إنه منطقة أثرية زي دي محتاجة اهتمام ترميم أكبر. أو اهتمام، والموضوع مش صعب يعني. شايف الموضوع مش صعب جدا يعني. صحيح، ده نوع من الدعاية، أنت بتلفت النظر للأماكن اللي محتاجة ترميم. في صورة تانية، دي فين؟ في الجبلية دي ولا فين؟ لا هي دي صورة توثيقية للمشروع، هو ده أنا اللي في الصورة يعني. هي الصورة دي كان دي اسمها إيه؟ دي فين؟ في جنينة الأسماك؟ دي جنينة الحيوانات، لا جنينة الحيوانات مغارة الشمعدان. انا اللي في الصورة، انا عاملها توثيق للمشروع يعني. الصورة التانية من فيلم موعد غرام عبد الحليم حافظ. ما هو صوره فعلا جزء فيها. انا واقف في نفس المكان بتاعه يعتبر. دي احيانا بس مازالت زي ما هي، بتغلق علشان الترميمات، كل شوية بيرمموها ويرجعوا يفتحوها تاني للزوار بعض الوقت. ما هي مفتوحة حاليا. بس ما زالت زي ما هي يعني الصراحة. يعني دي حاجة من الحمد لله الحاجات اللي احنا محافظين عليها. الحمد لله. ده شارع المعز؟ دي صورة لشارع المعز. طبعا بنشوف اختلاف الموضه في اللبس في عن الجديد عن القديم، ودايما انا بقصد في الصور دي عامه ان تكون الصوره الجديده مشتقه من القديمه، يعني مثلا لو في عربيه هنا هنلاقي الناحيه الثانيه مثلا زمان كانوا بيستخدموا الجمل. المواصلات، طريقه اللبس، لو هنا في ناس اقصد هنا يبقى في ناس بردك في الصوره. بحاول على قد ما اقدر نفس الزاويه بنفس التفاصيل، نفس الدرجه بالملي. دي صوره ثانيه.
دي صورة تانية، دي السلطان، دي من أعلى القلعة. ده كان هنا مسجد الرفاع، لسه ما اتبناش يعني، كان السلطان حسن بس اللي موجود وقتها. يعني في تطور، هو حصل في تطور بالنسبة لموقع القلعة الأحسن. مسجد السلطان حسن اتبنى، الصورة القديمة مش موجود. ده مثلا في وسط البلد يعني، ديت برضه كانت نيجي تشوف الصورة الحديثة، المبنى عايز ترميم برضه يعني، لما نيجي نبص لها كده. في اماكن زمان في وسط البلد حاجه ودلوقتي حاجه خالص، بس في اماكن في وسط البلد كتير تم ترميمها. الصراحه يعني انت بقى لازم تصور صور جديده، تحط الثلاث صور جنب بعض. ده لسه ان شاء الله بعدين يعني ان شاء الله. ايه الاماكن اللي لفتت نظرك يعني وقلت هستهدفها في الاول؟ هل في اماكن معينه انت دورت عليها؟ شارع المعز، انا الشارع ده ليه محبه خاصه عندي يعني، عندنا كلنا الحقيقه. والله فعلا. بس ده شارع من الشوارع اللي يعني كانت ضمن مشروع ترميم جيد جدا وتم على اعلى مستوى، والحمد لله ما زال المواطنين والناس الموجوده هناك محافظه على الترميم اللي حصل في المكان وعلى رونق المكان، لانه يعتبر من اهم الشوارع السياحيه عندنا في طبعًا. مصر يعتبر. ولما نيجي انا اول مره اكتشف شارع المعز كانت 2010، كان الشارع فاضي جدا جدا، ما كانش في حد قوي يعني. دلوقتي زحمه جدا جدا. صحيح. الناس عرفته عن طريق بردك الفيس والتواصل الاجتماعي. صحيح. طيب يعني انت حطيت ده على الصفحه بتاعتك، المشروع اللي انت عملته كان واصبح 35 صوره. التواصل يعني الناس معاك ايه؟ الناس رايها ايه في اللي انت بتعمله؟ شايفين دلوقتي مثلا التطور الحضاري في بعض الاماكن والاهمال في البعض الاخر؟ يعني كان في رايهم صور مثلا، بلاقي تعليقات دايما مصر لو رجعت لورا هتتقدم. طب ليه نسمع جمله زي دي؟ هو طبعا يعني كان في يعني احنا دلوقتي بنعاني من مشكله سكانيه رهيبه أطلع. وفي زحف عمراني على الاثار، احنا اسعدنا الاثار بالزحف العمراني الفظيع اللي احنا عملناه عليها، لكن برضو في جهود في مناطق ثانيه. انت ما حاولتش ترصد يعني، دايما بنقول فين النظره الايجابيه، هل انت حاولت ان انت ترصد بعض المناطق اللي حصل فيها تطوير للاحسن بحيث ندي يعني نوع من الايجابيه للناس؟ لا في ايجابيه طبعا. انا بقول في صور ما زالت زي ما هي في المقارنه. لما نيجي نبص للحديثه هنلاقيها زي ما هي، ما فيش تغيير حصل فيها يعني. روكسي ما حصلش فيها تغيير. وفي اماكن ثانيه كتير ما حصلش فيها تغيير زي ما هي، لسه محافظه على الطبع. لكن انا في بعض الصور بتبقى محتاجه ان الاهتمام شويه. طب حضرتك هتكمل في ايه؟ يعني ده كان مشروع كان واصبح وقائم دلوقتي، المشروع القادم باذن الله. انا محاسب في الاساس، انا محاسب قانوني، بس اللي هو التصوير هوايه بالنسبه لي يعني. مش مفكر انك تحترف فن التصوير؟ والله نتمنى ذلك، بس طبعا دي عايزه معدات، وطبعا الاسعار دلوقتي صعبه بالنسبه لنا احنا كشباب يعني. انت خدت كورس تصوير؟ لا والله، هي بدات من 2014 تحديدا بصور. انا بحب التصوير من زمان يعني، بس بدات انميه بقى، بشوف صور لناس ثانيه. في ناس قامات كبيره في التصوير يعني، استاذ بولس اسحاق مثلا ماسك جروب، بننزل نتعلم منه. في استاذ مصطفى الشرشابي، وكنت بطلع في استاذ حسام مناديلي برضك، من الناس مش عايز انسى حد، كلهم ناس كبيره طبعا في التصوير. كنت بشوف صورهم التقيت مع بعض منهم يعني، ولا لا؟ يعني لما باجي ابص لصور 2014 غير دلوقتي خالص يعني، في تقدم في التطور يعني. احنا هنوريك بعض الصور كده معانا، خلينا نعلق عليها. علقنا على الصور بقى دي كده، اهم يعني اللقطات. الصوره دي كانت في 2016. هو ده منطقه بحري في اسكندريه. ده اسمه عم عصفور، هو متسمي هناك كده. انا طبعا إيه صورت نظرك في عم عصفور؟ والله البساطة اللي في وشه، في مصري، وجه مصري يعني، شقيان، راجل شقيان كده. طبعا انا فرحته بالصورة بتاعته، بطبع له الصورة، ورحت فرحته في 2017، حتى ما افتكرش الصورة بتاعته. يعني اتفاجئ، بس كانت بالنسبة لي أول مرة أعمل كده في حياتي، إن أنا أطبع صورة وأفرح بيها حد كده يعني. ده هو فرحان بالصورة بتاعته كده. حلو التواصل مع الناس من خلال التواصل الصور. اهم حاجه ما حدش يعني بيبقى متضايق انك بتصور الاماكن دي، يساعدوك ولا بيبقى لا؟ ما انا بستاذن الشخص الاول يعني، اقول له انا هصورك، لان في ناس بتخطط. المواقع يعني احيانا الناس تلاقي مصور مثلا في موقع معين يعني، تبقى قلقانة هو بيصور ليه. صادفت في مشاكل في طبعًا في الفيلد وانت بتصور؟ اكيد طبعا. احنا في مصر دايما مش عارف، مشكله التصوير دايما عامله قلق ليه، مش عارف الصراحه. هو يعني ما كانش كده الوضع، ما كانش كده، ولكن بعد 2011 وبعد ما كان في جماعه يعني بتستغل بعض الصور يعني في الاساءه لمصر بشكل كبير، اعتقد الناس بقى عندها وعي، عايزه تعرف مين بيصورني وبيصورني ليه، وانت بتصور المكان ده ليه، وهكذا يعني، حفاظا على عدم استغلال. اكيد، بس الواحد لما بيجي يصور بيصور اماكن
سياحي يعني، لو اي حد كتب في جوجل بحث عن الصور دي هيلاقيها يعني. ما انا فاهمه، لا انت بتتكلم على اشخاص، بس فكرته هو بعينه هو. طيب انت عملت ده دي معظمها اماكن ولا زي عم عاصفور كده في برضه تصوير لاشخاص؟ لا في تصوير اشخاص تانية موجوده في مع الصور. انت مهتم بايه اكتر يعني؟ مهتم ترصد اماكن ولا مهتم؟ انا تصويري متنوع جدا يعني، احب تصوير الاشخاص الاماكن يعني كله يعني. دي برضو صورة تانية، شخصية تانية. دي اسمها ام صابرين، منطقة بحري بردك. دي كانت السنة اللي فاتت وطبعت لها الصورة وفرحتها، من الناس البسيطة جدا. هي عايشة على البحر، ده مكانها. ادي بورتري تاني، ده بورتري ده عم رجب عندنا في المنطقة. بردك طبعت الصورة وفرحته بيها بردك. ايه اللي بيشدك في تصوير وجه معين تقول ده يعني هيبقى حلو في التصوير، هيبقى معبر يعني؟ لما نيجي نبص بردك للوش، هو بيبان ملامحه المصريه في الصوره، هو وشه بيتكلم الصراحه. ان شاء الله انا لسه هطبع له الصوره واروح افرحه. انا رحت الصراحه بس ما لقيتوش ساعتها، هروح له تاني ان شاء الله يعني، ربنا يشفيه طبعا كان تعبان يعني. دي مظاهر عيد دي ولا ايه؟ ديت المقيم عليها استاذ مصطفى الشرشبي. لسه كان العيد اللي فات هو اللي في الصوره الفنان احمد ناصر. هو بينزل وبيلبس اللبس وبيفرح الناس. هي منطقه بسيطه هناك بتعمل كل فتره يعني، مش شرط العيد بس. انا كنت اول مره انزل معاهم الصراحه، اتبسطت جدا يعني. طب انت لما باحتكاكك بقى مصورين محترفين بتتعلم منهم ايه يعني؟ انت لسه في بدايه طريق احتراف التصوير الفوتوغرافي، والحمد لله ربنا كرمك ان انت شفت اساتذه يعني طبعًا في هذا المجال. طبعًا مش هتنسى حد طبعا اكيد. انت استفدت منهم ايه يعني؟ اتعلمت منهم ايه؟ كانت ايه اهم نصيحه هم قالوها لك تاخد بالك منها وانت بتصور يعني؟ اهم حاجه ظبطت الكادر بردك. الواحد كان يعني في الاول لما باجي اشوف صوري بردك بلاقي في مثلا ميلان في الصوره، لازم الحاجات دي تتعدل تتظبط، بقيت اعدلها. مثلا في حاجات بتبقى محتاجه ان هي يعني تعديلات بسيطه يعني. انا كمان لما بصور الصوره تتكلم مثلا يعني طبق لنا عملي بقى على الصوره دي. دي صوره انت واخدها كادر برضو غريب شويه. ديت في مجموعه السلطان الابون في شارع المعز. انا دايما بحاول ادور على كادرات جديده مش موجوده يعني بردك يعني. ناس ما صورتهاش قبل كده صحيح، او بتبقى متصوره قبل كده بس الواحد بيصورها بعيني هو بردك يعني. هل التصوير دلوقتي مع وجود يعني التليفونات اللي مليانه بالكاميرات طبعًا، وجوده الكاميرات دي ممكن يعني مصور يعني يستغنى عن الكاميرا طبعًا. طبعا انا عن نفسي الصور اللي حضراتكم شايفينها كلها ديت انا بصور بكاميرا، طبعا مش هقول اسمها عشان الاعلان، كاميرا ديجيتال سيمي يعني، كاميرا صغيره جدا حتى موجوده في الصوره. مش كاميرا بصور بقى. بالتليفون كمان ساعات يعني ما بتقفش الجوده دي ما بتقفش يعني. هي عين المصور اهم حاجه قبل اي حاجه، هي عين المصور بس. طبعا الاعدادات ساعات بتفرق طبعا، بس بشتغل في حدود الامكانيات اللي موجوده معايا. لا ان شاء الله ربنا يفرجنا ان شاء الله باذن الله طبعا، وتقدر ان انت تحقق كل اللي انت بتتمناه. دي فين الصوره دي؟ ديت ده في لسان راس البر. انت لفيت بقى يعني، رحت اماكن في مصر غير القاهره؟ هي اسكندريه دايما في راس البر، لكن لسه في اماكن لسه هنزورها، لسه في سيوه بردك، ولسه في حاجات تانية لسه هروحها يعني، بس عشان الاجازات وكده بتبقى صعبه شويه. دي صوره لايه؟ ديت في مسجد المؤيد شيخ ناحيه باب زويله. دوت انعكاس المآذن على، هي بركه ميه اتجمعت بسبب المطر يعني، فاستغلت شويه الميه دول عملت انعكاس للمآذن. فدت شكل تاني حلو. ولما بتيجي نقلب الصوره كمان بتدي شكل تاني. ده كادر برضو حلو قوي. ديت في الحديقه اليابانيه. يعني ما رحتهاش غير مره واحده بردك، بس طلعت بالكادر دوت يعني. طيب محمد، الكادرات الحلوه دي ما فكرتش انك انت تستغلها بعد كده في دعايه لزياره مصر عن طريق برضو يعني صفحات على نت؟ انا عامل بيدج على الفيس بس بردك يعني، اللي بيشوفها بقى هو اللي بيتفاعل مع الصور ديت وكده يعني. حلوه هي طبعا. اهم حاجه انا في مصر ده يعني، اهم حاجه ان احنا صوره حلوه قوي. لا اللي قبلها، اللي قبلها دي قطه. ايوه دي صوره بلاك اند وايت. ده شخص طالع من وضوء يعني داخل يصلي في الجامع. دي ابيض واسود؟ ابيض واسود. انت اللي عاملها جديده بس هي عاملها ابيض. هي ملونه. طبعا. طيب يعني بشوف كتير جدا مصورين دلوقتي بيحبوا اللون الابيض والاسود يعني. طبعا يعني ليه في ناس متميزه كده يعني كتير. هل ده حنين للماضي ولا ده يعني ليه بالظبط؟ لا في ناس بتحب الابيض واسود كتير يعني.
هل بيظهر جماليات الصوره بشكل اكبر؟ يعني التفاصيل بتبان اكتر. مش كل صوره تنفع تتحول ابيض واسود الصراحه، بس هي في صور هي ابيض واسود، هي ما تنفعش غير ابيض واسود. ايه الاماكن اللي انت نفسك تروحها وتعمل يعني فيها مشروعك وتكمله؟ والله هي اماكن كتير، يعني انا لسه برضك يعني المشروع دوت انا طبقت فكرته في اسكندريه، في صوره في المشروع في صوره رقم 27 تحديدا، طبقتها في اسكندريه المبنى الجندي المجهول اللي على البحر. ولسه في محافظات تانية معايا صور كتير قديمه هنزل اصور منها جديد، بخلاف برضك ان انا هصور صور فوتوغرافيه يعني انزل اماكن. لو انت اخدت مشروع لفيت بيه المحافظات كلها بس تقدر بقى تتحصل على صور للمحافظات المختلفه، اعتقد انه ممكن يبقى مشروع ثقافي مهم، لانه من خلاله نقدر نشوف المجتمع وتركيبه المجتمع قبل كده كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي. اكيد اكيد طبعا، وبيفيد يعني الموضوع بيفيد جدا طبعا. عدد المتابعين بتوعك على صفحه قد ايه تقريبا؟ الصفحه يعني 8000 اللي هي معقول. ده هي اطلقتها من قد ايه؟ لا بقى لها تقريبا 3 سنين او 4 سنين. الناس يعني ممكن تشوف حاجه زي دي وتقول انا ممكن اكون انا كمان مصور، يعني بيحصل معاك انك انت اصدقاء عاديين، انت نفسك مش مصور محترف، انت محاسب زي ما قلت لي، هل بيحصل اصدقاء ليك برضو يقول لك يعني طب علمنا، لان الناس تبقى عايزه حتى الجوده في الصوره الشخصيه؟ طبعا في، وكنا بننزل نصور مع بعض، وعلى قد ما انا يعني فاهم في التصوير مثلا، طبعا انا بتعلم ما زلت هتعلم طبعا يعني، بس بقول له مثلا تعمل ايه الكلام اللي هو اتقال لي يعني، بقول له تصور ازاي، تنزل شويه، عالج الميلان في الصوره كده. هو زي ما حضرتك قلت الموهبه، ما بيدخلش بمعلومه عن حد الصراحه يعني، اتقال لي بقوله ما. طبعا، وهنا ده الفنان الحقيقي يعني، الموهبه بتبقى موجوده، بيستفيد من الاخرين وبينقل خبراته اللي اتعلمها من الحياه ومن الاخرين لناس تانية وتتواصل الاجيال. محمد احنا بنشكر حضرتك واهلا بيك معانا دايما في مصر جميله، بنتمنى لك كل التوفيق. وشكرا لاهتمامكم طبعا، وبشكر الاستاذ احمد عطا من خلالكم هو السبب ان انا اطلع اول مره اطلع في التلفزيون عامه، اشكركم جدا. كل سنه وانتم بخير. شكرا لحضرتك، ميرسي. نشكر كمان كل الساده المشاهدين تابعونا النهارده، وان شاء الله بكره لقاء يتجدد ومصر جميله.